استعدادا لاستقبال أزيد من 6000 طالب جديد بجامعة زيان عاشور، ترتيبات وتدابير تعكف عليها مختلف الكليات، خاصة مع استحداث ملحقة لكلية الطب وهياكل جديدة من أجل إنجاح الدخول الجامعي لهذا الموسم. جامعة الجلفة هذه السنة سوف تستقبل أكثر من 6000 طالب جديد موزعين على مختلف الكليات ومعهد الجامعة. نستقبل للسنة الثانية على التوالي طلبة الطب بأكثر من 320 طالب. أيضا كما قلنا التكوين النوعي وهو تكوين الطب الذي استقبلنا طلبة هذا التخصص الطب وأيضا البيطري للسنة الثانية على التوالي، حيث سجلنا يعني خلال العطلة الصيفية 7 مشاريع تحصلت على وسم مشروع مبتكر. أيضا هيكل جدهام وهو بنك البذور أيضا الذي سوف يسمح لطلبة العلوم الفلاحية والبيولوجيا والتخصصات التي لها صلة أيضا بالاستفادة من هذا الهيكل العام. تخصصات جديدة ورهانات الرقمنة لبطاقة الطالب تتجسد بهدف توفير جو ملائم يليق بتحضيرات هذا الدخول الجامعي. الجديد في خلال هذه السنة هو إعادة بعث تخصص العلوم السياسية وإعادة بعث تخصص الرياضة، إضافة إلى أن هناك تخصصين جديدين في الماستر وآخر في الليسانس بكلية العلوم الاقتصادية، وعليه ستكلل إن شاء الله جامعتنا بالعديد من التخصصات. حسب التعليمات الوزارية اللي وصلتنا تم تحضير كل الهياكل، كل المرافق لانطلاق جيد للموسم، تحضير توجيه الطلبة الجدد. كنا قد عقدنا أيضا برئاسة المدير اجتماع مجلس المديرية بتاريخ 1 سبتمبر على التأكيد على هذه الترتيبات بما لها من أولوية، باعتبار أن بطاقة الطالب هي بطاقة جوهرية وهامة، خاصة بطاقات المتعددة الاستخدامات أو بطاقة الأرفايد، فإننا قد رافقنا هذه العملية منذ البداية. مساعي الأسرة الجامعية بالجلفة للتوجه نحو الجامعة العصرية بعد إنشاء فضاء خاص للذكاء الاصطناعي من شأنه تحسين جودة التعليم العالي والقيام بالمشاريع المستقبلية للطلبة.